الصحة والجمال. بيكون معانا النهارده في برنامج سلطة، وأولى حلقاتنا النهارده في البرنامج وهي فقرة سلطة على النيل. يسعدني الحقيقة يكون معايا النهارده ضيف عزيز علينا كلنا، والحقيقة هو على المستوى الشخصي صديق وأستاذ. الحقيقة له باع طويل جدا في مجال العمل الميداني والأنشطة، وهذا بالإضافة إلى كونه أستاذ جامعي. معانا النهارده ومعاكم الأستاذ الدكتور علاء سعد متولي، أستاذ التربية بجامعة بنها. أهلا بيك. أهلا بيك عمرو بيه، كل سنة وحضرتك طيب. طيب دكتور علاء، لو قلت لك النهارده احنا دايما بنبدا برنامجنا على نيل مصر، مشهد بنشوفه، مشهد قد يكون الى حد ما له انعكاس على حالتنا النفسيه، على اعصابنا، على المود العام بتاعنا، في نفس الوقت بتجتمع فيه عناصر كتيره جدا ممكن نكون لما بنتامل فيها بتتغير جوانا حاجات كتير. احساسك ايه وانت واقف على النيل دلوقتي؟ والله انا مش قادر اوصف لك احساسي ومشاعري من المنظر الجميل، اعتقد كل الساده المشاهدين هيجمعوا معايا على هذا الكلام. فعلا مصر هبه النيل، وفعلا النيل ده شريان حياه للبلد، والنيل يعني ياما شعراء تغنوا بيه، لدرجه ان عندنا شاعر النيل حافظ بيبر. فمنظر النيل اصلا بيدي الدفء، بيدي الاحساس بالامان، يدي الاحساس بالطمانينه، الراحه النفسيه، وانت داخل وانت شايف الجمال ده ورا حضرتك بتحس ان مصر فعلا بلد عظيمه. ده بيستلزم مننا عمرو بيه ان احنا لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ على نيلنا، هذا الجمال، هذا منبع الحياه ومنبع الجمال في البلد. فمهما اقول مش هقدر اوصف النيل زي ما الشعراء العظماء وصفوه وياما تغنوا بيه، ويكفي انه الاحساس بالانتماء للبلد. مصر فعلا ربنا يحفظ عليها هذه النعمه الجميله، ويحفظ علينا المناظر الخلابه اللي احنا شايفينها ديت، والجمال اللي ورانا دوت. وده زي ما بقول لحضرتك بيحملنا مسؤوليه ان لازم الشباب نغرس فيهم من الصغر ازاي يحب البلد، ازاي يحافظ على مصادرها اللي ربنا حبانا بيها، واللي ربنا حبى مصر بيها واداها لنا، واحنا ما تعبناش فيها بس لازم نحافظ عليها ونتعب فيها، عشان مصر تستاهل مننا انها تكون اجمل مكان في العالم واجمل دوله بالفعل لو حافظنا عليها، وده مش كلام. لو قلت لك النيل ده اكيد ليك ذكريات معاه، ما اتكلمنا عنها. ما انت هتدخلنا بقى في الحيطه السد. عايزين ندخل في الحيطه. انا الحمد لله ما مشيتش على النيل الا مع خطيبتي اللي هي مراتي حاليا. يعني دي اجمل ذكرى. انت عايز ذكريات احسن من كده؟ كده فتحت الطريق. ما انا بقول لحضرتك يعني لدرجه ان احنا ماشيين من فتره قريبه انا والمدام، بتقول بقى لنا كتير ما كناش ترمس وحاجات كده على الكورنيش وبتاع زي الايام اللذيذه بتاعت زمان، ايام الاحساس بان المشاعر الجياشه، مشاعر العاطفه، مشاعر انك تمشي ومش حامل هم للدنيا. يعني انت وانت ماشي على النيل بتحس بالامان، بالامن، بتحس ان وراك حاجه سنداك، مكان فعلا يليق بان مش اتنين عشاق، اتنين اي اتنين بيحبوا بعض، اي اتنين اي مجموعه متجانسه متالفه عايزه تعيش صح وتخرج بفي نوع من التصافي، لازم يبصوا لهذا المنظر، الصفاء، صفاء منظر النيل ده الجميل ده بيوحي بالفعل بكل الذكريات الجميله اللي انت عايز تقولها بقى حضرتك. دكتور تفتكر ان الميه بيبقى لها دور في انعاش المشاعر؟ مش عايزه كلام، وخلقنا من الماء كل شيء حي. طالما انت انسان حي وكائن حي بتعيش وبتنبض وقلبك في نبض، فاكيد الميه بتدي متسع. يعني انا راحتي النفسيه مع النيل زي ما بقول لحضرتك كان المنظر الجميل ده، اما على بحر مثلا زي بحر اسكندريه، الافق الواسع العريض دوت بيديك احساس بالطمانينه، احساس بان الدنيا فيها مش مخنوقه، ففعلا بتدي مشاعر بالحياه دكتور تفتكر ان الانسان مننا بيحتاج ان هو يكون له طقوس قبل ما يؤدي عمله، ولا عادي ان الانسان يدخل في 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 في, في دوامه العمل بشكل مباشر؟ لا لازم طبعا في طقوس معينه، اولها طبعا انت لو هنفرض ان اليوم الطبيعي اللي بيبدا من الساعه 7 8 صباحا لازم حضرتك تقوم من النوم، انت ما كنتش صليت الفجر طبعا لازم اول حاجه هتعملها بتصلي وتشوف وراك ايه، بترتب محاضراتك او الجدول الزمني بتاع عملك عشان تخرج وتبقى عارف البرنامج فيه ايه النهارده. انما في طقوس ان انا اخرج كده النهارده رايح فين مش عارف رايح فين، او انا عمرو بيه قابلني احنا وشطارتنا بقى زي ما رجلينا تودينا، لا في طقوس وفي لان العمل الدوام بتاعته ما تخلص. فانت لو ما جددتش الطقوس و اسف ما استغلتش الطقوس دي صح اللي هي اليوميه،
تقرا ورد من القران اذا استطعت، على قد ما تقدر تحافظ على عباداتك، تحافظ على في حاجات معينه لازم تعملها وانت خارج البيت. في نوع من ده، في ناس بتتفائل بشكل واحد من قبل على الصبح، لو في واحد قابلني يبقى النهارده نهارنا ابيض مش عارف ايه، والعكس طبعا انا مش من النوع الثاني الحمد لله ما بتشائمش خالص يعني. دكتور يعني انتهت فقرتنا على النيل، واستاذن حضرتك ان احنا ننتقل بالساده المشاهدين لبقيه فقراتنا عشان نعرف اكتر عن كوكتيل نجاح الاستاذ دكتور علاء اسعد. هنخسر المنظر الجميل ده؟ مش هنخسره، نرجع له تاني بعد كده ان شاء الله بعد البرنامج نرجع له تاني. امرك، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك طيب يا فندم. اعزائي المشاهدين ننتقل للفقره التاليه. سلطه ملوكي. استاذ جامعه بالتاكيد على المستوى العلمي شخصية ناجحة جدا، وعلى المستوى الإنساني شخصية ناجحة جدا. الكوكتيل الشخصي اللي بيمثل شخصية حضرتك ووصلك لهذا النجاح بيتكون من إيه؟ والله السؤال جميل، وخاصة كلمة كوكتيل دي بيستفز الواحد، إن هطلع كل الإنجازات او على قد ما تقدر من مرحله الطفوله على قد ما نتذكر بقى الى الان، مرورا بالمراحل التعليميه المختلفه ابتدائي واعدادي وثانوي ثم الجامعه. الكوكتيل اذا كان طبعا الكوكتيل المفروض يبقى فيه اكثر من عنصر طبعا 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 طبعا، وان كان انا بلخص الكلام ده كله في اول حاجه المثابره. المثابره، الاجتهاد، العمل الدؤوب، العمل المستمر، ده كله طبعا لازم يكون قبله في حاجه اسمها هدف موجود. كل اللي انا قلت عليه بقى، المثابره والاجتهاد والعمل والانجاز والعلاقات الشخصيه والعلاقات الاجتماعيه وعلاقتك بالله سبحانه وتعالى، كل ده بيصنع نجاح، بيصنع لك، بيحاول تحقيق الهدف اللي حضرتك حاطه وصولا الى النجاح المتوقع او المستهدف ان شاء الله. حضرتك منين اصلا يا دكتور علاء؟ بدايه بقى هترجعني بالذاكره ورا، مش عايز اقول 12 بس يعني اكبر مني بكام؟ بخمس سنين. شوفوا انا اصلا من مدينه اسمها مدينه شبين القناطر، احدى مدن محافظه القليوبيه، والمدينه دي طبعا مدينه كبيره جدا حجما ومساحه وعدد سكان يكاد تكون مساحتها اكبر من مساحه بنها اللي هي العاصمه نفسها. اتولدت زي اي طفل مصري عادي في اسره الحمد لله وشكر الله، يعني هنقول مستوره الحال، لا هي فائقه ولا يعني مش هنقول ميسوره متوسطه، مستوره مال الحال ماشي زي الاسر المصريه على كلنا اتربينا على الافلام بتاعت الستينات والكلام ده، وشوفنا طبيعه الاسره المصريه وعدد افراد الاسره، وكان حرصهم الحريص وشغلهم الشاغل ان الابن يتعلم مهما كان متوسط دخل الاسره او مهما كان المستوى الاقتصادي بتاع الاسره والاجتماعي، لا احنا عايزين سين ده يتعلم لاقصى درجات المراحل التعليميه. الصحة والجمال لون دي الصحة والجمال لون جديد للحياة. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند
وصف لي الأسرة اللي كان بتضم حضرتك، والدك والدتك إخواتك كده. تمام. الأسرة أنا ترتيبي في الأسرة السادس بين الإخوة والأخوات، عندي أختين اتنين، أنا الرابع في الذكور والسادس في الترتيب العام، وكان بعدي مباشرة أخ الأصغر رحمة الله عليه، وده كان برضه فيه قصة حاجات بتمر فيك بحياتك يا عمرو بيه، بتعلم فيك. نعم بتعلم معاك جدا. تمام. محطات وبتسيب علامات فعلا، وبتسيب اثر كبير في نفسيتك وفي تكوينك وفي عزيمتك بعد كده. ده كان صديق شخصي بقى، لانه كان اصغر مني بسنتين وبنلعب كوره على طول زي اي شاب مصري او طفل مصري عادي. كنا ما فيش بقى نادي وما فيش الكلام ده، وما فيش احجز من الشتاء عشان تلاقي مكان في الصيف للسباحة ولا للرياضة والكلام ده، لا قلنا بنلعب، وكانت الدنيا فاضية والدنيا مية مية، ونجيب الكرة للشراب دي اللي حضرتك عارفها السفنج ديك، ها، ونلعب في الشارع. إلى أن هو رحمة الله عليه يعني كان، كنت أنا خلصت سنة ستة داخل أولى إعدادي وهو رابعة، لأنه أصغر من سنتين داخل سنة خمسة، فحصل حادث ما أو موقف معين ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش إن أنا أكمل معاه أو يكمل معايا. دي أثرت فيها جدا، لأن لو تحسب حضرتك بقى الفرق اللي بيني وبين أخويا اللي قبلي 4 سنوات، اللي هو قبلي في ترتيب الذكور 4 سنين، فكان رحمة الله عليه الأصغر مني ده كان قريب جدا مني ال 24 ساعة، ممكن أقول لك يا بنذاكر يا بنلعب كورة في المدرسة مع بعض يا إلى آخره. حسيت إن الدنيا فيها حاجة هتتغير، حسيت الدنيا ماشية يعني، لا ده انت عز اصدقائك بقى وعز حبايبك واللي انت، وبعدين انت عارف معنى الاخ والارتباط الاسري والاسر بتاعتنا ككل يعني، بتحرض على يعني او بتحس اخوك خلي بالك مش عارف ايه خد بالك منه الى اخره. فما تيجي مره واحده تحس حضرتك ان انت اتحرمت من، اقول لك مصدر حنان، مصدر طاقه، مصدر قوه بالنسبه لك، حسيت ان في حاجه ممكن تخلي واحد لما يجي يمر موقف معين يشعر بالدوار، لما يجي يتذكر قصص معينه. ما الا ان زي ما بقول لحضرتك الحياه لازم تستمر. دخلت اعدادي وثلاث سنوات الحمد لله يعني كنت متفوق، دخلت المرحله الثانويه، وبالمناسبه هقول لحضرتك برضو عشان الكوكتيل ده جه منين، كل مرحله فيها موقف معين مع احد الاساتذه او احد المعلمين اللي كانوا بيدرسوني. والله ده حتى في الابتدائي في الاعدادي يعني في الكلام ده كله. تمام. يعني على ما اتذكر مثلا في الابتدائي ما يعني ما مش مسموح نقول اسماء طبعا عشان ما يبقاش هو، لا عادي، ده ممكن يكون انتقل الى رحمه الله استاذ الفاضل كان بيدرس لنا، هو كان زمان بقى في مدرس فصل مش مدرس ماده زي دلوقتي، مش خريج كليه تربيه بيخرج، ده مدرس تعليم اساسي يقول لك رياضيات او علوم او دراسات كده، زمان كان بنسميه مدرس كشكول. فكان ساعتها بقى الكلام ده في السبعينات، في بدايه السبعينات، اللي ياخد درس ممكن الناس تشاور عليه يعني شايف المعتوه او الراجل المجنون ده، ده الولد ده ايه ده؟ ده مستواه ياخد درس. السنه سته دي بالذات الصف السادس المدرس ده طبعا قعد يشجعنا تشجيع رهيب، وعلاء خلي بالك انت تبقى كويس يا ابني، انت عندك ملكه الحفظ يعني قبل ما تخصص بقى رياضيات والكلام ده، انت عايز في سنه سته ايه تجيب مجموع كبير عشان تخش اعدادي وكده. المهم فالمدرس كان يفضل يشجعنا طول ما احنا موجودين معاه رحمه الله عليه، وخلي بالك وانت شاطر وجدع. دي برضو رساله عايزين نقولها لاولياء الامور او المدرسين بتوع اليومين دول، التحفيز يعني، التحفيز الدافعيه، ما تقولش الولد انت مش قادر او انت مش نافع لفظ، او لا لا انت بقابلني بقى مش عارف الاول، لا 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 الكلام ده كله، حط في الولد ان هو عبقري هيبقى عبقري، حط له في الولد ان هو هتقدر هقدر كمان التحدي. طب عايز اثبت للاستاذ عمرو ثقته فيا، فلازم ابذل قصاره جهدي زي ما تقول المصابره والشغل والاجتهاد، ده كله بيجي بيدعم بقى ان انت عندك هدف وعندك طموح وعندك عايز تبقى حاجه. اشمعنى حتى لو فرضنا ما فيش حد في العيله او في الاسره استاذ جامعه، ما تعرفش عليه استاذ جامعه ساعتها. انما اذكر بقى قبل ما انسى بقى
بالفضل اللي بعد ربنا سبحانه وتعالى في تكوين شخصية علاء لأخي الأكبر رحمة الله عليه. يعني ده كان النموذج والقدوة والأسوة بالنسبة لنا والقمة في العطاء، في القمة في التفاني، في الإيثار، في إنه يفضلك على نفسه على حاجات كتيرة جدا، بحيث إن علاء حقق اللي أنا عايزه منك أو حقق وجهة نظري فيك. أنا عارف أنت راجل متفوق، عارف أنت هتقدر يعني. وأنا أتذكر برضو كلام بيمر سريعا بس هنرجع لمرحلة مرحلة برضو. أما كنت في الثانوية العامة هو أحد أصدقائه قال لي خلي بالك الوزراء كلهم بتاخدوا أساتذة من الجامعة، فمش عارف إيه لازم. فهنا كلمة لو حط في دماغك فكرة أستاذ الجامعة ده طريق سهل قوي لأي منصب، مش سهل قوي يعني الباب الملكي زي ما بيقولوا. طب تمام، أول يعني مش عجيب وزير التربية والتعليم، ما هو لازم يكون أستاذ جامعة. واضح 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 من اللي أنا سامعه دلوقتي إن حضرتك بتعرف تعمل سلطة كويس. لا حلو، يعني دخلنا بقى في موضوع طبعا طبعا. انا بعشق السلطه. تعشقها؟ اه. سلطه انهي نوع سلطه؟ سلطه خضار. هي لا السلطه معروف الخضروات عموما لها فوائد، بس احنا نطلع الاول بس نشوف كده تقرير عملنا وسالنا الناس اكتر نوع سلطه بتحبوه ايه؟ لما شفنا التقرير ده واكتر نوع سلطه بيحبوه، على فكره دكتور علاء احنا يعني في 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 برنامجنا ما نيجي في اخر حلقه نشوف بقى على مدار ال 30 حلقه عدد الناس اللي بيحبوا السلطه الخضراء قد ايه وسلطه الطحينه قد ايه، ونشوف ايه السلطه اللي هتكسب. حلو. حضرتك انا ما بسالك على نوع السلطه واكتر نوع سلطه بتحبه، لان اللي بيعرف يعمل سلطه حلو اكيد بيعرف ازاي يختار ايه اللي ممكن يوصله للنجاح. صحيح. حضرتك اللي اخترت ده ولا في حد اتدخل وعمل الدكتور علاء اسعد؟ جميل. انا قلت لحضرتك في قبل البريك ان رحمه الله عليه اخويا الكبير قاعد معايا من ابتدائي، يعني انا فاكر كويس جدا كان يجيب يختلط كده قطع املاءات يا استاذ عمرو ويقول تعالى من ليك في الوقت اللي مثلا وانا في سنه ثانيه ابتدائي، في الوقت اللي زملائك في الفصل ما بيعرفوش يكتبوا الف ب او اسمهم على بعض، وانت عايز قطعه بتتكلم عن شم النسيم او عيد الربيع او او او، فاكر كويس جدا. ودي بتديك تفعيل، وبعدين بتحس بقى ايه رد فعل هو مع اصدقاء، والله يا عمرو انا الواد على ده متنبأ له بقى. دي خلي بالك بتديك ده يعني بتزودك، لو انت حتى عايز زي لعيب كوره اما انزل انت لا انت قادر انت تبقى هاتريك النهارده، هو حتى لو نازل عنده مش قادر يجري عنده برد وعنده الدنيا كلها برد، الدافعيه دي بتاعت المدرب والكوتش بتاعه واحساسه بانه عندي ثقه فيك، ثقه في الله سبحانه وتعالى وان انت تقدر تعمل كذا، بتخليه ممكن يلف التراك ده 50 مره، يخش جوه الملعب من الجون للجون 10 مرات في الماتش. دكتور علاء والدتك كان دورها ايه كان في حياتك؟ رحمه الله عليها برضه، احنا هنظهر النهارده هنقول رحمه الله عليه كتير. ربنا ربنا يخليك لينا يا دكتور علاء. ربنا يبارك فيك، ولذلك الواحد كويس ان هو بيكمل والبركه موجودين يعني. الست المصريه زي ما قلت لحضرتك عندها حتى لو ما كانتش متعلمه، وبالمناسبه والدتي كانت ست بيت من الستات اللي جيرانها مش عايز اقول لك زعلوا عليها. هي طبعا انا فاكر تاريخ وفاتها كويس جدا 3/10/80، لان هزعل منك يا دكتور علاء. نعم ده التاريخ ميلادي 3/10 بس سنه 80. لا عايز اقول لحضرتك التاريخ ده ما ينكسيش بالنسبه لي. انا قعدت اعيط، زي انا كنت خلص ثانويه عامه في السنه دي وفاضل اسبوع واخش كليه التربيه جامعه بنها. كان في قصة يعني برضو بمناسبة الكليات الحربية ومش الحربية وبتاع، وهي ما كانش لها يعني رغبة يا عيني، لها ازاي ده انا اسمع ان هم بيتعبوا جدا ولا دي حاجة ودي حاجة، دي يعني داخل حاجة اسمها فنية عسكرية هطلع ظابط مهندس و خلي بالك بقى برضو قلب الام وبتاع، وان ازاي ابني خوفها على ابنها خوف شديد جدا، لدرجة ان الراجل لما جاب جواب الترشيح بتاع اللي هو مكتب التنسيق يا حاجة ده علاء جاله كليه، قالت اللي بيطلع معلمين دي حبيبي بس الله يبارك لك، وكان ممكن اللي في جيبها كله مطلعهم ديال الراجل فرحه
ان علاء ده هيطلع مدرس المهم بعيد عن الكليات العسكريه اللي احنا بنطمح كلنا طبعا 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 خدت بال سعادتك. فدور الام في حياه اي لا ينكر، لا ما نقدرش نقول ان الام ما يعني بالذات الامهات اللي هم على الفطره اللي هي ما كانتش متعقبه بس بالفطره وبالغريزه تحب جيرانها. مش عايز اقول لحضرتك يوم 13 ده عمرو بيه الشارع والمنطقه كلهم زعلوا عليه قد ايه. ما يعني مش عايزين نعيد الاحداث، خلينا نتكلم في برنامج لايت في شهر الكريم، الا ان الست المصريه فعلا. طب انا عايز اسالك سؤال بجد، زعلوا عليها ليه؟ من علاقتها الانسانيه بيهم. انا مش انا يعني ايه اللي كانت بتعمله مختلف عن غيرها؟ هقول لحضرتك الطيبه زياده عن اللزوم، العطاء بلا مقابل، الخوف على مشاعر الاخرين، حب الجار، حب جيرانها، كانت تحب جيرانها جدا بطريقه فظيعه. يعني انا يعني اذكر ان كان ممكن تيجي عليا او علينا على حد من الاولاد الاسره عشان ما تزعلش حد من جيرانها، اولادها هو محتاج لا يعني ناكل كذا نعمل كذا، انت عارف النظام بتاع زمان. والله يعني مجرد ان هي اتفقت معاهم على اكله معينه يبقى لازم تعملها في البيت، مش اكله بس ده ممكن ايه يا ام فرج احنا مثلا في مبلغ كذا، ويكون المبلغ ده هو اللي موجود في البيت تاخده تديه للست. يا سلام. عشان تحل امر ما انا بقول لحضرتك الايثار في حاجات، في حاجات اللي القران قال عليها هي بتنفذها بتلقائيه، بتنفذها لان هي حاسه ان ده الصح. يعني كتربيك على القيم وهي ما درستش ما اتعلمتش ما خدتش لف في كتاب حتى. كان بالفطره يعني. بالفطره. الست اللي خلي بالك، خلي بالك خاف من ربنا، صلي، صوم، ما تسيبش فرض، مش عارف ايه. الحاجات اللي انت اتزرعت فيك من صغرك هي الام. الام المدرسه فعلا يعني انت وانت قاعد معاها تحس ان انت بتتعلم حاجات كتيره جدا. الاب دوره موجود ودوره قيادي وريادي ورقابي وكله، والاخ الاكبر كذلك. انما الام هي اللي قاعده معاك، انت مرتبط بيها، قاعد معاها مش عايز اقول لك 24 ساعه في البيت، ولما تروح المدرسه وترجع تقعد في حضنها. لا لا ده حاجه ثانيه خالص. فكان ما بتحبش جاره تبقى زعلانه، حتى لو جاره زعلانه معروف. انا في موقف برضو حضرني احد الاشخاص اللي كانوا جيراننا زمان في المنطقه وسابوا يعني راحوا سكنوا في حته ثانيه، كل ما يقابلني بالحضن وبتاع مش عارف ايه، الله يرحم الست الأم خير، يقول لي لولا هي ما كانش ولادي دول معايا كلهم، ما كانش ولا ابن يعني كان يعني مثلا كان في نزاع وفي شجار وفي بتاع وممكن تقف خلافات على الطلاق. لا ازاي؟ هم فرقوا في المنطقه او هي او الستات الكبار اللي هم العائله مجلس الحكمه بقى والعالمين بتوع المنطقه دول، ازاي يحصل كده؟ وازاي اسره تتفركش؟ مش دلوقتي انا مالي ما خليني في حالي انا عندي مشاكلي. لا 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 لا. فانت بتقول بستغرب ده انا في حاجات لو قعدت اعدد فيها ان 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 ليه بيحبوها تتعمل مجملة. طيب احنا عملنا قبل ما نقعد القعده دي فقره انا وحضرتك مع الشيف. نعم. هو بيعمل السلطه، نطلع مع الساده المشاهدين نشوف الفقره دي ونرجع لحضرتك تاني. طبق السلطه. اعزائي المشاهدين اهلا بكم معنا النهارده في فقره طبق السلطه، وضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور علاء سعد متولي استاذ التربيه في جامعه بنها. بكرر الترحيب بيك. اهلا بيك يا عمرو بيه، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب، احنا الاثنين النهارده في ضيافه الشيف ادم. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. الحمد لله بيعمل لنا حاجه كده احلى من اللي قبليها. الله يكرمك يا استاذ عمرو، شكرا يا فندم. هتعمل لنا ايه النهارده؟ هنعمل حاجه اسمها ستيم رايس، يعني سلطه رز، دي تايلاندي بس مفيده جدا جدا للجسم يعني. ستيم رايس. دي بتتكون من ايه؟ تتكون من رز، فلفل الوان، صفار بيض، زيت زيتون، شبت، فلفل الوان وليمون وبصل. تمام. طيب نبدا يا شيف؟ نبدا يا فندم. نحط مثلا ربع كيلو رز. ده رز بقى انت منقيه، مش رز من العادي يعني. مسلوق. رز بسمتي يمشي كل حاجه يا زعم. اسالك سؤال يا شيف، الحاجات دي السلطات دي بتبقى مكلفه؟ لا يا فندم مش مكلفة ولا حاجة، هي مفيدة يعني أرخص من اللحوم، بس هي في الفوائد اللي فيها أحسن من اللحوم يعني. يعني هي أرخص من اللحوم بس الفوائد فيها أحسن من اللحوم. لأن سلطة الرز أول مرة أسمعها بصراحة يعني. ما إحنا مع الشيف آدم هنا بيورينا حاجات أول مرة. أكنها حاجة جديدة. بتقول إيه؟ أنت عارف يا فندم التايلاند والصين والعالم دي بيعتمد على الرز المسلوق. بيحطوه في السلطات وبيحطوه في الشوزي وبيحطوه في كل أكل معاهم. طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. هم اساسا حتى تايلاند والعالم اللي هو شرق اسيا بياكل الرز اكتر من بياكل اللحوم. انه في فوائد عاليه جدا
عكس احنا بسمدي. عكس احنا في مصريين يعني. احنا مصريين بسم الله ما شاء الله يعني نحطها من على اللحوم ونسيب الحاجات اللي هي فوائد دي. الرز دي يا عمرو بيه في البيوت المصريه ننشرها طالما اكيد اصل الشيف ادم اكيد بيقول لنا حاجات جديده مفيدة. انا عايزك انت بقى تكون انت الوكيل بتاعه. ما انا مع حلو وكيل. من عز اصحابي في بنها على فكره والله. من عز اصحابي من بنها والله. من حته اسمها اللهم صل على النبي كفر الجزار. جنب كفر الجزار على طول. هي جا عندنا امشي يعني ولا لا ازاي لا انزل راجل معرفه يا عز عمرو. احنا طلعنا اصحاب يا عز عمرو شكلك. وانا اصلا من بنها. والله انت مش من بنها يا عزام. والله العظيم اصلا من بنها. لا والله لو اني بيقولها يلا مش هنتكلم. لا يا فندم ده طبق سلطه بسم الله ما شاء الله هتاكله يا دكتور بعد الفطار. هتدعي لي بس لا تدعي عليا. الفلفل اللي هو الالوان دوت له قيمه غذائيه برضو عاليه مش كده؟ طبعا طبعا. اهم شيء يا فندم السوس بتاعه اللي هو الصلصه اللي احنا بنعملها بصفار البيض دي عاليه القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا يعني. طبعا ده بصل اتفرج عليك في الحلقه دلوقتي وهخليها تعمل الطبق ده بخصوص. شوف بس تعرف تعمله اهم حاجه اهو. انا بعمل قدامها اهو كل حاجه قدامها وبشرحها كل حاجه. ما هي المشكله بقى ان انت ترجع من عندنا ليها. انا عايز الرز ده. هما بيحبوا السلطه جدا يا دكتور. احنا والله العظيم فاهمين. لا احنا فاهمين الغذاء بشكل غير صحي. احنا فاكرين لما ناكل طاجن مثلا دكر بط ولا وز وحمام والكلام ده كله ففاكرين احنا كده احنا بنتغذى. لا الغذاء كله في اللي قدامي ده. انا عن نفسي ما باكلش غير سلطه والله يعني. انا خالص. لا يا فندم عارف اللي بيعملوا رجيم بجد ما بياكلوش السلطات. هو الفايده مش في الرجيم في السلطات يا استاذ عمرو. الفايده ان انت مثلا بتعمل رجيم صح يعني بتقلل من نسبه اللحوم وبتقلل من نسبه الخضروات. الخضروات فيها حاجات مفيده جدا جدا للجسم والدكتور عارف الكلام ده. مفيد. عندكم في التربيه مش في تقريبا قسم تربيه منزليه؟ لا في اقتصاد منزلي في او اقتصاد منزلي قسم كامل اسمه اقتصاد منزلي. بيعلموا في الطلبه بس بتعلموهم مظبوط؟ اكيد عندنا اساتذه طبعا. امال ايه؟ لا انت عايز ما تخبطش في الجامعه. ما تخبطش وانا تحت. وانا تحت ماشي. هو عايز بيرسم على كده. الوقت هنعمل الصوص بتاعها يا استاذ عمرو. احنا معانا 2 صفار بيض، نص معلقه ملح، نص حتة ليمون او شكفة ليمون، نقول مثلا معلقتين زيت زيتون، بنيجي خفضهم خفضة كويس. طبعا مين اللي هيقول مين البيض مع الرز ده؟ بس طبعا احنا انت عارف الجماعة الرياضيين بيحبوا البيض ناي وكده يعني. فده في فوائد يعني مثلا الناس اللي هم مدربين الجيم اللي بينزلوا الجيم وكده، فده عندهم طبق فايده يعني. العنصر اللي هو الفظيع والله العظيم. انا اول مره اشوف النوع ده والله. يا استاذ عمرو انت معايا تشوف كل شيء جديد. انا عشان كده انا ان شاء الله يا رب مع بعض دايما. انت تشوف كل شيء جديد معايا يا استاذ عمرو. يا رب مع بعض دايما. انا شفت معاك اللي ما شفتوش قبل كده. ولسه يا استاذ عمرو انت شفت حاجه مني. دكتور لو قلت لك كوكتيل نجاح دكتور علاء سعد اساسه ايه؟ اولا حب العمل، حب العمل، حب المهنه اللي انت بتمتهنها او اللي ربنا اكرمك بيها. لازم تحب ما تعمل عشان تعمل ما تحب زي ما بيقولوا. الاخلاص، الدقه، انك تعمل نفسك برنامج حتى لو ما طبقتوش 100% بس يبقى في خطوات سستمه كده ستيب باي ستيب زي ما بيقولوا. الخطوه دي خلصت نشوف المرحله اللي وراها وهكذا. انت عايز توصل لايه؟ لازم يكون في هدف او مجموعه من الاهداف المرحليه. لازم يكون في انت حاطط نصب عينك ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك. الاهم من ده كله بقى ان يكون حواليك مجموعه متعاونه ومتالفه ومجموعه بتقدس العمل. لان احنا مشكلتنا برضو ما زلنا ان انا شغال عشان موظف. لا انت لو حبيت مهنتك عشان تبقى مبدع فيها صدقني هيبقى ده سر من اسرار النجاح الكبيره جدا اللي ربنا هيكرمك بيه ان شاء الله. هل في متناقضات في حياه الدكتور علاء سعد في النهايه اتشكلت قدامه واكتشف ان كان في شيء مستحيل انه يحصل لان الظروف المحيطه لا تساعد على ده وفي الاخر حصل؟ كتير في مواقف كتيره يا عمرو بيه يعني. انا يمكن اشهرها مواقف كتيره في الثانويه العامه يعني حطتني في 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 تغيير مصير، مرحله تغيير مصير. ولكن ربنا سبحانه وتعالى فعلا مختار لك يعني المتناقضات دي خلت في الاخر المرحله اللي انت او المهنه اللي انت دخلتها او اللي ربنا اختارها لك هو اراد ان انت او حاسس سبحانه وتعالى وعارف ان انت هتنجح فيها. فالمتناقضه دي كانت في صالحك مش ضدك.
وده المعادله صعبه بقى، ان مهما كان في متناقضات في حياتك المفروض تطوعها او تقول ده قضاء ربنا وربنا عايز كده، وانت ترضى بالواقع وتعمل بقى المستحيل بحيث ان اللي جاي هيبقى افضل ان شاء الله. شيف انا شايف الطبق خلص. ده طبق السلطه خلص يا استاذ عمرو. اسمه ايه بقى؟ ده تايلاندي رايس، سلطه تايلاندي. سلطه تايلاندي. دكتور انا كل عندك في البيت قريب. ده انا هصورها وانزلها على الفيس عشان ادم بيه يعني نعمل له دعايه خطيره. مفيده جدا للاطفال، انت ممكن بتدخل البيض في قلب زيت زيتون للاطفال من غير ما يشعر. من غير ما يشعر، فكده بيديله بروتين وباور عالي. ده الطبق ده سهل يعني الجماعه اللي هم لاعبين الرياضه والجيم وكره القدم وكيف هي فيها فيها بروتينات عاليه وفيها باور عالي. بشكرك يا شيف دكتور، بشكرك واستاذنك ننتقل للفقرات التاليه مع الساده المشاهدين عشان نتعرف اكتر على كوكتيل نجاح. اشكرك يا عمرو بيه. شكرا. سلطه ملوكي. دكتور علاء سعد، رحلتك الدراسيه بقى بدا من دخولك الكليه لحد ما بقيت استاذ كبير في كليه التربيه. زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه، دخلت الكليه 80 81 كان اول سنه اولى. ما كنتش اعرف التقدير بيجي ازاي، ما كنتش اعرف انت بتذاكر صح ولا غلط. انت في الثانويه في مقياس يعني حل كل الامتحانات والمحافظات والدنيا ومش عارف ايه، وممكن اقول هجيب 90% 95% الى اخره. انما في الجامعه انت بتذاكر، وفي وسط كانت مجموعتنا بالذات الدفعه بتاعتنا حوالي 500 طالب، ما بقاش فيه الاعداد عندنا دلوقتي في التربيه بالطريقه دي بعد الغاء التكليف يعني بالمناسبه. فعندك 500 طالب وانت واحد من 500، صحيح معاك من البلد اللي هي شبين قناطر وما حولها 100 120 اصدقاء من نفس المركز والمحافظه الجزء بتاع المدينه، الا ان الباقي جاي من بقيه محافظه القليوبيه وما بعدها. يعني ممكن في الاولاد في المنوفيه كان التنسيق بعتهم عندنا، انت مش عارف موقفك ايه من الاعراب في المجموعه دي فبتذاكر. فلدرجه في طرفه ظريفه جدا حصلت، انا رايح اجيب النتيجه بقى، قالوا النتيجه بتبان في الكنترول ورايح زي الباشا كده. فالولد الراجل موظف يعني ساعتها قال لي نجحت خلاص. نجحت يعني ايه؟ انا كلمه نجحت ديت مرتبطه عندي بكلمه مقبول. قلت له انا جبت مقبول الحمد لله، ورحت عملت الحفله خلاص، وانا طالع الاول على الدفعه وانا ما اعرفش. والله ما انا بقول لحضرتك انت بتذاكر بس موقفك ايه يعني. ولذلك دي يعني ما فيش معيار زي ثانويه عامه. لا 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 لا، ممكن واحد يذاكر وما يجيبش. ما يجيبش. وبعدين في مذكرات اللي هي الجامعيه بتاعتنا او الكتب الاستاذ ممكن ينزلها قبل الامتحان بشهر. فانت مش عارف الولد ده بيحل ازاي ولا انت بتحل صح ولا غلط. مفيش بقى كتاب المعاصر وكتاب اللي احنا مش عايزين نقول الاسماء يعني، الكتب الخارجيه بتاعت الثانويه العامه اللي بحفظها واخش امتحن فيها. انما ده انت بتذاكر ومش عارف انت ايه المعيار فين وفين، على ما الاستاذ يديك مساله تقويم كده يعني يعرف مستواك وخلاص. فانا لقيت قالوا النتيجه بقى بتبان رسمي هتعلق على الحيطه النهارده. طبعا انا قاعد في بنها من الصبح، كنا في رمضان اذكر 17 18 رمضان في السنه ديك 1980 81. رحت لقيت برواز كده طلاب حاصلون على تقدير عام جيد جدا. واحد علاء الدين سعد متولي، اثنين فلانه الفلانيه اللي هي زميلتنا اعز اصدقاء يعني ما فيش داعي ذكر اسمها. خلاص احنا وهي بس اللي في برواز جيد جدا. يعني ايه جيد جدا؟ قال ده الاول وده الثاني، ما فيش غير كده. اول على الدفعه. الاول على الدفعه وانا ما اعرفش. خلي بالك بقى الحته دي بقى ادتك احساس بايه بقى؟ الكوكتيل اللي جاي ان في ثقه هتبث فيك من خلال زملائك. صحيح. لان انت داخل لسنه ثانيه كل السؤال التقليدي هيبقى ايه؟ مين الاول على الدفعه؟ بس. بالظبط. فانا اول ما اروحش على ما بجهز نفسي بقى وبتاع وراجل طلع الاول دفعه مروح براحتي بقى. فرايح لقيت مين اللي يقول واحد اسمه علاء سعد، ما مش عارفين بعض. انا عارفه كنت بسالك شفته بتاع شبين قناطر ما علينا. اللي يزيدك اكتر بقى دافعيه وحرص على انك لازم تتفوق. اما جبت اوتوجراف صغير كده انا محتفظ بيه لحد دلوقتي على فكره. والله لحد دلوقتي محتفظ بيه من سنه 80 يعني 35 سنه او اكتر. والنبي يا استاذ عمرو بقى حبيبي اللي معايا في الدفعه، الوصول الى القمه مش عارف ايه سهل والمحافظه عليها هو الصعب، وارجو انت حافظ على التقدير والنجاح. تديك احساس بمسؤوليه خطيره. مش كده وبس، ده في واحد زميلك هيجي يقول لك والنبي على احل المساله دي ازاي، الراجل بتاع التفاضل والتكامل ولا بتاع التوبولوجي مش عارف ايه، ده المساله فكرتها ايه. فانت لازم تكون ستاند باي على طول لكل حاجه هتتقال. يعني ربطت المظهر العام امام الناس بنجاحك.
طبعا ولا وانت ممكن تصل عن طريق الصدفه، مش هقول صدفه انت كنت بتعملها بس مش عارف، عن طريق صدفه يعني انت يعني ممكن واحد يبقى اشهر يعني ربنا يديك الصحه ونشوفك ان شاء الله وانت في وجهه نظري اشهر واحد شكرا. وربنا يكرمك شكرا. بامر الله تستاهل كل خير، يبقى واحد يصل لمرتبه عاليه جدا، وممكن انت قلت ان دي في ندوه من ندوات انا سعيد بيها ولما سمعتها، ممكن تكون داخل المجال ما تعرفش هتفوق فيه ازاي، انا بس عايز اثبت نفسي الاول، وتلاقي هوب بقى جت الفرصه اللي تخليك واقف على قمه السلم ده بتاع المجال، طب ما اتنازل عنها ليه بقى؟ لازم احافظ عليها، فان لم اكن ازيد لان انت في القمه يعني الاول على الدفعه هتعمل ايه؟ فما تنزلش، خدت بال حضرتك؟ اللي زادني اصرار اكتر كمان قالوا انت كنت فين؟ ده الدكتور احمد رشاد كان بيسال عليك امبارح، مين احمد رشاد يا جمال؟ ما اعرفوش، ربنا يديله الصحه وكرمه اذا كان بيسمعنا، الاستاذ الدكتور اللي بيدينا تفاضل وتكامل، ليه؟ يعرفني منين؟ ما هو سال فين اللي بيطلع الاول الدفعه ده عشان يحل معايا المساله دي. يا خبر ابيض. امال ايه؟ استاذ هو اللي يطلبك عشان تحل معايا المساله. ما خلاص ما هو عايز اعرف يعني عشان حتى اما اكون في لينك بيني وبين الطلاب بتوعي اقول له طب يا عمرو انت المسؤول يعني وصل لهم كذا، اعمل كذا، اعمل الاعلان الفلاني، انت اللي هتحجز الكتاب كده. فبيبقى حتى الاستاذ انا ببقى فخور. دكتور علاء حضرتك عايز تبقى وزير؟ والله لو جات لي مش هقول لا. عايز كنت استحق مش عايز انا عايز ابقى يعني مش عايز ابقى اعلى من كده يعني طموحك لسه طموحك لسه ملهاش حدود مش عايزه كلام انا بقول لحضرتك لا طموح ملوش سقف تمام ما انت عندك انت استاذ جامعه عايز تبقى عميد عايز تبقى وكيل الكليه عايز نائب رئيس جامعه عايز تبقى رئيس جامعه وهكذا عايز تبقى وزير تعليم عالي ايه المانع طالما اذا كان ربنا سبحانه وتعالى حاسس ان انت تستحق هذه المكانه هو هيساعدك وحاسس ان انت في عندك المقومات اللي تخليك في هذه المكانه ايه المشكله؟ احنا طالما بتشتغل باخلاص لصالح البلد يا عمرو بيه ثق تماما ان انت هيجي لك قوه دفعه كبيره من عند ربنا مش بمجهودك انت هتحطك في المكان اللي انت تستحقه. استاذ دكتور علاء سعد بشكرك جدا جدا ونورتنا الله يخليك اشكرك وكل سنه وحضرتك طيب ربنا يبارك فيك وحضرتك طيب وبالسلامه المشاهدين طيب اعزائي المشاهدين في نهايه هذا اللقاء بشكر ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور علاء سعد متولي استاذ التربيه بجامعه بنها ونلتقي بكم على خير في حلقه قادمه غدا من برنامج سلطه مع تحياتي عمرو لطفي شكرا والى اللقاء. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv